الرحمن الكواري يعني زوج بنت جيراننا، فمؤسف انه يعني يكون حتى التسلط يعني حتى في العلاقات الإنسانية، يعني حتى إذا أنت وظفت يعني توظف على الأقل يعني قد يكون يعني درجة قرابة بعيدة، مش درجة قرابة دنيا، يعني كأنك أنت تقطع اللحمة اللي بين المجتمع وبين أفراد المجتمع، يعني تضرب عليها لماذا؟ طيب خرجوك إزاي بقى من هذا المعسكر أو من السجن؟ خرجت بعدها تحديدا لغاية تاريخ ظهوري من قطر اللي هو كان في شهر 22/6/2012. فطلعت لما عرفوا ان انا راح اترك البلد خلاص يعني، فقالوا لا هي حتترك البلد بس هي يعني لا تملك اي شيء، لا تملك اي مبلغ مادي، تم ضربها في هاي الناحية تماما، حتطلع وحترجع وحترجع خانعة وذليلة وخاضعة على اعتبار أنها هي يعني تستجيب لكل الأشياء اللي احنا راح نطلبها منها. طلعت كانت بالنسبة لهم يعني أنها لا حترجع، شهر شهرين كان في تواصل. جيتي على